بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعزيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.